الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على والدينا الحاضرين المصطفى احمد رحمه الله في المسلمين، وما زلنا مع مسند علي رضي الله عنه. دين رضي الله عنه. قال الامام احمد رحمه الله: حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا علي بن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه وعن جميع عن علي انه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك كلمات الا قلتهن غفر لك مع انه مغفور لك. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد. الان سيدي واضح؟ اه نعم واضح، بس هو بيقطع ولذلك ماشي. اتفضل. قال الا قال علي انه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك كلمات اذا قلتهن غفر لك مع انه مغفور لك. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله: حدثنا ابو احمد قال حدثنا شريك عن عمران بن ظبيان عن ابي تحيى عن ابي تحيى انه قال: لما ضرب ابن ملجم من علي اللهم صل رضي الله عنه الضربه، قال علي: افعلوا بني كما اراد رسول الله ان يفعل برجل اراد قتله، فقال: اقتلوه ثم حرقوه. نعم. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سابق. ان احمد ان انت عندك ضعيف جدا، خلي محمود يقرا. هل اقرا سيدنا؟ اه اقرا انت، اقرا، النت وحش جدا عنده. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الامام احمد رحمه الله: حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا علي بن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو بن مر عن عبد الله بن سلمة علي رضي الله عنهم ورحمهم الله اجمعين قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك كلمات اذا قلتهن غفر لك مع انه مغفور لك. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: حدثنا ابو احمد حدثنا شريك عن عمران بن ابطبيان عن ابي يحيى قال: لما ضرب ابن ملجم عليا رضي الله عنه الضربه، قال علي رضي الله عنه: افعلوا به كما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل برجل اراد قتله، فقال: اقتلوه ثم حرقوه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سابق حدثنا ابن طهمان عن منصور عن منهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجه أنه قال: دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فقال له علي رضي الله عنه: أنت الذي تقول لا يأتي على الناس مئة وعلى الأرض عين تطرف؟ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم. هيك كلام عاد، أحسن الله. إن رخاء هذه الأمة، والله إن رخاء هذه الأمة بعد مئة عام. طيب جزاك الله خير، نحسن الله عليك. هنا الأول حديث الزبيري، هذا الحديث إسناده هو إسناد حسن عبد الله بن سلمة، يعني قلنا أنه يعني قد اختلط، وهو حسن حديث لا ينزل حديثه عن الحسن، وقد توبع في الحديث، توبع، وباقي رجال إسناد رجال صحيح. أمين أمين. أبو أحمد الزبيري هو محمد عبد الله بن الزبير بن عمر الأزدي الزبير الكوفي، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة عبد بن حميد وابن أبي عاصم والنسائي في الكبرى. نعم. وخرج ابن أبي عاصم والبزار وابن ماجه والطبراني والدارقطني في العلل، وخرج ابن أبي عاصم من طريق مصير بن أبي الأشعث والنسائي في الأم والليلة من طريق يوسف بن إسحاق بن إسحاق ابن أبي إسحاق الخطيب في تاريخ بغداد. وكما قلنا الحديث حسن، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك وأنت مغفور لك. وهذا أيضا شهادة له بالمغفرة، وشهادة له بالجنة، وشهادة له بالجنة. قال أبو بكر في الجنة:
النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، فعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة. قال معناه مغفور لك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. لو تلاحظ هنا ينوع في هذا الباب، وأنت لو تقرأ ستجد هنا التضمن والاستلزام مع بعض، يأتي بالربوبية ويستلزم الإلهية، ويأتي بالإلهية أيضا يتضمن الربوبية. لا إله إلا الله الحليم الكريم، وهذه أيضا لا إله إلا معبودة بحق إلا الله جل في علاه. هذه قضية الكون الكبرى. الحليم الكريم لا يعجب العقوبة، والكريم يعفو عن الإساءة. لا إله إلا الله العلي العظيم، شوفوا انظر هنا ربوبية وإلهية، لا معبودة حق إلا الله العلي العظيم، عظمته فقط كل شيء سبحانه جل في علاه، وهو الذي إذا رأى شيئا يقول له كن فيكون. والعلي علو الشأن وعلو القهر وعلو المنزلة وعلو المكان وعلو المكان. سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات السبع، وسبحان مع أصلها في المطلق، وسبح وسبحان مطلق التنزيه لرب العالمين سبحانه وجل في علاه، ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. ويختم الذكر كله ويختم الذكر كله بالحمد لله رب العالمين، يحمد الله على التوفيق على الذكر، يحمد الله على المغفرة، يحمد الله على التعرف على أسماء الله الحسنى والصفات العليا، يقول الحمد لله رب العالمين، يعني أن وفق بذلك، يعني يقول الحمد لله. وهذا مهم جدا للإنسان أن يكون له تطرف عينه حمدا لله جل في علاه، لأنه لابد أن يعلم أنه يفتقر جدا لربه جل في علاه، وأنه لا يوفق إلا إذا وفقه الله جل في علاه. ففيها التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، شوف جمع هنا هذا الذكر بالذات، وهو فيه المغفرة بأنك توسل الله جل في علاه بالربوبية وبالإلهية، وطبعا بالأسماء الحسنى وصفات العليا. لا إله إلا الله الإلهية قضية الكون الكبرى. الحليم، وقلنا الحليم أنه لا يعجل بالعقوبة، والكريم الذي يعفو عن التجاوز. وهنا يكفي للكريم أن تعرض له بالثناء. عندما يكون الثناء على الكريم تراه ينهال في الخيرات والفضل. قال لا إله إلا الله أيضا لا معبود بحق إلا الله العلي العظيم، العلو إثبات العلو لله جل في علاه، والعظمة العظمة لله جل في علاه. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وتسبيح الله وتنزيه الله جل في علاه. هذا كله كما قلت تعريض بالثناء، تجد أن الكريم لا الكريم يعني يتجاوز عن التجاوز، وأيضا يغفر الزلات والسقطات، ويكثر من الطيبات والصالحات، يجعلها تضعيف. لذلك كان الألزم أن يقول الحمد لله رب العالمين. والحديث الثاني، لما ضرب ابن ملجم عليا الضربة، قال علي بن أبي طالب افعلوا مثلك لا اعتذر، أنت رفيع القدر عندنا، لكن أنا أردت غير الاعتذار. لما الغياب ولما التأخير، أردت غير الاعتذار، إن تفضلت علي طبعا، ولو شققت عليك أعتذر وأتراجع. قال ضرب ابن ملجم عليه الضربة على رأسه، لأن السلام قال له أتدري من أشقاها؟ قال أشقاها صاحب الناقة. قال أشقاها من يضرب هذه فتختل بهذه الدماء يعني. قال عليه فعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، فقال اقتلوه ثم حرقوه. هذا الإسناد إسناد ضعيف جدا، ولأنه هو قال انظروني، يعني إن حييت أنا أتصرف، ما إن مت فاقتلوه بي، فإسناده ضعيف لضعف شريك. قال عبد الله بن النخعي وعمران بن ظبيان أبو تحية وهو حكيم بن سعد. أما الحديث الثالث، دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو بن الأنصاري على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له علي أنت الذي تقول لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ إنما قال رسول الله لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم، والله إن أرخاء هذه الأمة بعد 100 عام. طبعا هو يتكلم إسناد وإسناد قوي، رجال صحيح، غير نعيم من الدجاجة فقد روى عنه جمع ووثقه ابن حبان واحتج به النسائي، لكن على عادة الإمام ابن حجر قال مقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث.
ففي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس 100 عام وفي الأرض عين أو على الأرض عين تطرف. قال ممن هو موجود ليس عموما، قال ممن هو موجود، يعني المسألة على من هو موجود لا على التعميم. ممن هو موجود إذا قال يأتي على الناس 100 عام أو 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم، ممن هو حي اليوم يأتي 100 سنة فتأخذ جميع القرن، فتأخذ جميع، هو يتكلم عن قرنه وليس الأمر على التعميم. وهذا الذي يعني جعل الأمر يختلف عند الناس وهو التعميم في هذا الباب. وفي وهذه فيها دلالة على حمل الحديث العام على الخصوص، يعني هو يراد به الخصوص حتى يظهر مراد المتكلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. الفوائد المستنبطة من ذلك: كثرة الذكر تلازم المغفرة، بل المغفرة والرفعة، اجعل لسانك راطبا بذكر الله، من قتل يقتل. حمل العام على خصوصه لمعرفة مراد القائل: يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.